ماذا عن خليفة مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق حتى هذه اللحظة؟ سمعنا كلام كتير عن خليفة ليه هيكون رئيس لجنة الحكام من البرتغال وبعد كده الأمور توقفت، هل من الممكن أن يستمر رئيس لجنة الحكام مصر لنهاية الموسم ولا أكيد هيبقى فيه أجنبي في القريب العاجل؟ دي برضو ان انا اقول شكرا جزيلا، حكامنا بخير وتحكيمنا بخير والقائمين ايضا على اللجان المختلفه عندنا قامات كبيره جدا في مصر سواء السابقين كابتن جمال غدور، كابتن اسامه عبد الفتاح، كابتن الشناوي، كابتن نصر، كل القائمين حاليا كابتن سمير عثمان، ياسر عبد الرحمن، كلهم قامات محترمه جدا. حاليا كابتن محمد فاروق يعني بشكره يعني متحمل المسؤوليه بكل جساره وكل جرأه وبيقود المنظومه في افضل صورها وبيشوفنا الحمد لله الدنيا ماشيه كويسه جدا، لكن برضه احنا بنهدف الى عمليه تطوير لتحكيمنا، عاوزين يكون عندنا مشروع ل يعني اكتشاف عدد من مواهب الحكام الصغار السن من كافه المحافظات، وده احنا متفقين عليه ان احنا ندفع بهم خلال السنوات القادمه عشان يكونوا موجودين في كاس العالم. درسنا اكثر من سيره ذاتيه لعدد من يصلح لاداره لجنه الحكام في مصر، جنسيات مختلفه، كان اخر حاجه عندنا زي ما انت قلت برتغالي، وعندنا اسباني، وعندنا ايضا سويسري، وحاليا تم الاتصال ثلاثه على سيره ذاتيه كبيره جدا 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 جدا، وتوافق يعني رئاسه لجنه الحكام في عدد من الدول ومن الدوريات وليس في دوله واحده او في دوري واحد، وان شاء الله باذن الله خلال ايام قليله يكون تم الاتفاق مع واحد من الثلاثة عشان يعلن إن شاء الله كرئيس للجنة الحكام ومطور للجنة الحكام في نفس الوقت ومقيم في مصر على طول. طيب هسألك سؤال، وانت راجل يعني ايه عندك من الخبرة الإعلامية والإدارية الكبيرة، أنا رئيس لجنة الحكام بالظبط عامل كده زي ما تجيب مدير فني لفريق أو منتخب، لما تجيبه في نص الموسم هل تتوقع أنه يستطيع العمل سريعا خلال هذا الموسم؟ ولا من الافضل نستنى بقى لنهايه الموسم ونجيب واحد يبدا الموسم معانا ويكون شاف معسكرات ويشوف تدريبات؟ عشان انا بصراحه وكل يوم بتكلم في القصه دي يا دكتور ايهاب، يعني وفرصه ان انت معايا ما اقولش الكلام ده وانت مش موجود، انه لو انا جبت دلوقتي دايما يعني اتفضل اسئلتك في محلها يا رب، خليني برضو معاك. هو لو جيت في بدايه الموسم لسه برضو عاوز اتعرف على الحكام وعشان اتعرف افضل على اللاعب، خلينا مثلا في فريق كره قدم عشان اتعرف على اللاعب ده بتعرف عليه من خلال المباريات ولا من خلال التمرين افضل؟ اعتقد ان هو من خلال المباريات بيقدر يقدم المستوى اللي انا احكم عليه من خلال، وبالتالي الراجل هيبقى موجود مع لجنه بتساعده، اللجنه قائمه حاليا وكلهم سواء كابتن توفيق السيد او الكابتن محمد فاروق، ايمن الجيش، عندنا كمان حمد القاضي، عندنا ياسر محمود، عندنا يعني مجموعه مش عاوز انسى حد، وقائمين على البار وكل الناس اللي موجوده في لجنه الحكام وكابتن احمد ابو العيله وخلافه، وبالتالي الراجل هيبقى موجود هيشوف على ارض الواقع الحكام من خلال المباراه، هيقدر يقيم من خلال ما هو متبقي من مباراه كره القدم، يبني على اساس الحكم عليهم خلال الموسم القادم ان شاء الله، ويقدر برضه عندنا دوري قطاعات دلوقتي يتابع حكامنا الصغيرين اللي انا بقول لحضرتك عليهم، لو انا قدرت ان انا اطلع من كل محافظه حكمين اثنين في 27 محافظه هيبقى عندي عدد كويس جدا، اقدر اعمل لهم معسكرات، اقدر ان انا اعمل لهم على طول متابعه، وبالتالي يكون هم نواه التحكيم المصري خلال الفتره القادمه. عظيم جدا. النقطه اللي جايه هي تخص الكابتن عصام الحاضر وكواليس رحيله، سمعنا كلام كتير، كان في بيان واضح جدا لاتحاد الكره، بس كان بيان زي ما بيقولوا كده ايه، بيان قاسي وقوي جدا بمنع الكابتن عصام الحاضر بالعمل في المنتخبات الوطنيه الفتره القادمه. هل استحق الكابتن عصام الحضري هذا الانتقاد؟ هل أخطأ خطأ كبير عشان يتم انتقاده أو بيان انتقادي بهذا الحجم؟ طيب يعني كابتن عصام الحضري واحد من الأصدقاء اللي أنا بعتز بصداقتهم جدا وأخ عزيز وعارف مدى العلاقة اللي بتجمعنا بيه. كابتن عصام حارس مرمى، هو حارس مرمى مصر يعني الأول، ما حدش يقدر ينازعه أبدا فيها بشهادة الجميع على مر التاريخ. طبعا عصام الحضري قدم نفسه كمدرب لحراس منتخب مصر الاول مع مستر كارلوس كروش على افضل ما يكون، وانا دايما كنت بقول ان احنا اكتسبنا كما كان عصام الحضري افضل حارس مرمى في مصر، هنكتسب ايضا مدرب حراس مرمى من افضل المدربين، لانه بيشتغل على نفسه بيطور نفسه باستمرار. بعد مثلا رحيل مستر كارلوس كان اختيار الاتحاد المصري لكابتن عصام الحضري اللي هو يكون موجود
في الجهاز الفني الميكانيكي بتاع المنتخب الاولمبي، وده معناه ان احنا بنراهن على ان عندنا مدرب لحراس المرمى كبير جدا جدا جدا، وبنديه الثقه الكامله عشان يكون موجود في الصوره. يعني احنا كمجلس اداره مع كامل الاحترام في مثلا عهود في مواثيق بيننا وبين الجهاز الفني في عهود، كان بس من المفترض ان كابتن عصام الحضري طالما ان هو عاوز يروح مع مستر كوبر في المنتخب السوري مش هنقف عقبه امام كابتن عصام ان هو عاوز يروح المنتخب، فكان بس عندنا كابتن محمد بركات هو مشرف على المنتخب. اللي بنلوم على كابتن عصام فقط هو كان المفترض بلاش مجلس الاداره المشرف وعضو مجلس الاداره كابتن بركات اللي انت تقول له كابتن بركات طيب. انا جاي لعرض من الحته الفلانيه، عمرنا ما هنقف قدام مثلا مستقبل كابتن عصام الحضري اذا كان يرى ان هو فرصته في المنتخب السوري هيكون افضل، لكن مجلس الاداره بس لام على الكابتن عصام ان هو عدم الرجوع الى مجلس الاداره في تفاوضه مع المنتخب السوري، وعرفنا زينا زي غيرنا من خلال وسائل الاعلام، وبالتالي ده اللي خلى مجلس الاداره ياخذ هذا القرار، لكن الكابتن عصام بنتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله، هو واحد من ابناء مصر. والنهارده الحمد لله وفقنا الى اختيار واحد ايضا من المدربين اللي هيبقى لهم بصمه كبيره طبعا، كان عندنا مدربين حراس مرمى على اعلى مستوى في مصر صح، بقياده كابتن احمد ناجي وكابتن احمد سليمان، وعندنا اسامه عبد الكريم، وعندنا وليد ابراهيم كابتن طارق مصطفى بره، وعندنا خالد مصطفى كرم اسواق ديان مختلف، عندنا مصطفى كمال، عندنا الدكتور احمد فوزي، يعني عندنا مجموعه محترمه جدا جدا جدا، لكن النهارده بقى على اختيار كابتن سيد السويركي، بنتمنى له التوفيق ونتفق ان شاء الله ايضا مدرب واعد في حراسه المرمى ان شاء الله.